البني آدم والحيوان ساعات بيبقى فيه لينك كده. اسمحي لي حضرتك أعترف لك بسر في منتهى الخطورة. احتمال أكون أول ما دخلت فعلاً اتشديت لأنسة نص سوا دي، بس لما ركزت شوية حضرتك بجد أنت فرقتي معايا. يعني أنا شفت كتير، أنا شفت جميلات العالم، أول مرة أشوف كده، فحصل إن المشاعر اتحركت فالقلب ده، وأنت لو حطيت إيدك على قلبي هتسمعي قلبي يعمل دوم دوم تك تك دوم تك تك حبيب حياتي ما يعني عارفة. في فيديو كليب شغال جوه في المشاعر، فحضرتك جربي تحط ايدك على قلبي و ما ايه عادي إيه. اولا ده مش قلبي، ثانيا ميه مش سقه هعرق ايه كركديه خلاص غير احراج، مش لازم فضايح يعني، مش ممكن حاجه عجيبه جدا. بصي حضرتك انا هحاول اوضح لك المعلومه. ايوه انا مشاعري اتحركت تجاهك. ايوه واتمنى ان اكمل نص ديني وتكملي معايا المسيره في حياتي السياسيه اللي انا ماشي فيها. ايوه انا اتاثرت بيكي جدا، يعني حاسه بيا انت ولا؟ ايوه انا بقول لك كلام حلو، ما بقولكيش تعالي نكسر شقه يعني، ما في ايه؟ ايوه انا شفت اجمل جميلات العالم. ايوه لكن اول مره اشوف الزباله دي مجتمعه في فرد واحد. لا ده كتير علي، ده كتير والله. لا يا ولد كتير. يعني حضرتك مبسوطه من اللي انا بقوله؟ ايوه. انت شيء حقير، انت بكتيريا. لا. انت فيروس. لا. انت فرده باتا شمال معفنه مرميه في خرابه ملعوب بيها 600 ماتش على الاسفلت. انا كده هتغر والله العظيم، لا تغر. لا ولا لا ده كتير والله. حضرتك ايوه اوكي اسمحي لي اتكلم معاكي بصراحه اكتر. ايوه حضرتك انا لفيت العالم كله. ايوه اللي كل يوم ياكل حاجه حلوه حاجه حلوه نفسه بتجزع عارفه، يبقى نفسه ياكل كرتون ورق زباله اي قرف يقف جنبه. يعني انت يعني اكتر حاجه مقرفه شفتها في حياتي. ما تكسفنيش يا ولد. عارفه حضرتك الناس والله ولا ما تكسفني، ده انا خارجي دلوقتي اتزغرتي من الفرحه. ايوه عارفه حضرتك الناس اللي كل يوم تقول لك انا بفطر لبن نص دسم عشان معدتي وخلي من دسم او اخد زبدو على الفطار. زبدو يعني مش انا غلط زب ها ما انت اخرك الجله طبعا تعرفي الحاجات دي منين. ايوه انا اعرف الجل انا بلميها. اما هي همبرجر بالنسبه لك طبعا لازم تلميها. ايوه شغلتي يا ولا بلميها. فخوره بشغلتك قوي أيوة. يعني شغلانه تشرف قوي يعني. ايوه حضرتك انا افهمها الزبادو ازاي يا انسه؟ بس عندك تلفزيون؟ ايوه بتشوفي اعلانات؟ امال ايه؟ عارفه حضرتك البنت اللي بتطلع ام شعر طويل وتبرق دي اللي هي تقول لك زبادي زبادي؟ ايوه مش البنت دي اللي بتعمل حاجات دي؟ ايوه وكانت خيلانه بعد عن زبادي وجيلي كلها على قد سني. على قد سنك مش على قد سن اللي جابونا، مش غصب هو يعني، مش معقول يعني، ده كتير قوي اللي بيحصل. التمثيل رحمنا يا ست من الحنفيه اللي كانت بتنزل لك منها والبوتاجاز والفرن. الاعلانات اليومين دول بصراحه بقت يا انسه بتلم. الاعلانات بتلم؟ ايوه على اساس ان البيت. طب بالنسبه لل انا بستحمى وبمرش جسمي بلوكس ها؟ البلد كلها بتقولها لوكس عادي، بس تقول لك لوكس ليه؟ اصل متعلمه بره القاهره، فين؟ في البدرشين، قريبه مش بعيده يعني. محطتين من الجيزه. عجيبه جدا. انت عارف اللي هو حاجه ساقعه بيبس بيبس؟ الله يرحمه. وينط من شلال ويمشي مع زرافه هيركليز يا ولا. الحمد لله ايام معدل. المهم ان انت فهمتيني. انا فاهمك من الاول. حاسه بيا؟ امال الواحد لما كل يوم يفطر نص دسم بيزهق، بيبقى نفسه يقعد في الزريبه نفسها. إيه؟ فما بالك لو ال 80 جاموسه واقفه جنبه؟ ايوه انا طازه. انت فهمتيني، نخلع من هنا انا وانت بقى. ايوه ونروح والله نعيش وانت ابن حلال والله. نعيش حياتنا. بس انت لو ما شلتش ايديك انا هطلع مصارينا كلفاها حوالين مناخيرك تدلدل من عينيك. ده مجدي يعقوب ما يعرفش يعمل العمليه دي. أنا أعرف. لا اتكلمي على قدك حضرتك، عشان بصي انت مالكيش دية ها؟ يعني مالكيش دية اوكي؟ شبشب 44 على دماغك طار الراس بتاع النملة، عارفة الجو ده؟ لا صرصار ولا ايه؟ صرصار بعضلات تك. شوفي العود والعود من فضلك. ما العود وعودك يا ولد. شوفي حضرتك السايز والسايز حضرتك، شوفي انا يعني ازاز ده؟ ده انت لابسة دور في رجلك. بقول لك ايه؟ دور ايه؟ خليكي في حالك حضرتك عشان تبقى ليلتك هتبقى سودة. شوفي عودك وعودي. مال عودك يا ولد؟ فاكر نفسك انا رمز ولا ده؟ مال عودك ده؟ عني رمز استثناء في كائنات تانية عايشة معاه فوق.
هو ما يعرفش اللي بيحصل في الكره الارضيه، ما عندوش فكره خالص. امال لا، شوف عدك وعدي وعدي وعدي. لا لغايه العود وبلاش تريقه. لغايه العود وتكر وانت بتتكلمي بقى. تك تك هذا تك تك ايه؟ لا خدي بالك وانت بتتكلمي. اسم الله على العود بقى. احنا للعود بقى. اسم الله اللي تقع من على السرير تاخد تلت ساعه لما توصل لاول جزمه على الارض. في ايه؟ لا بتفسح في النص ولا بروح ثانيه. شبطانه في اي ملايه تقابليها؟ خليكي في حالك. لا انا في حالي. امبارح يا انسه كانت بتحط قطره، قالت انا كده استحميت، وتلفت بكرينكس واتخمدت. مش عايز دوشه. لا يعني مش عايز دوشه. انا مش بعمل. همد ايدي عليك. همد ايدي عليكي. هضربك يا واد. همد ايدي. لا اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا واد. شوف العنف، اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا واد. طب اسود على الباب. احترم نفسك يا واد عشان هضربك. ما تتكلمي على قدك. انت يعني اللي هترقصني؟ اللي خلاني رقصت مباحث العالم كله مش هعرف ارقصك. ايزي يا شربات. ايه ده؟ تعرفت اسمي منين يا واد؟ بعد نظر يا بنت، بعد نظر. وان عشقنا فعذرنا ان في وجهنا نظر. ايه ده ايه ده؟ وبتغني كمان؟ وبعزف كمان. ايوه يعني قلت ايه؟ بعزف كمان. قلت ايه؟ جيتار ربابي. لا رمامي، ومش عايز غباوه. انا خلق ايديا. هات واحد مقاسك يا واد. معلش معلش. رحمتك. طب انا اعمل ايه حضرتك؟ معلش. يا انسه تنوى، ينفع الكلام ده حضرتك؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ اسمي مفتاح. وحتى التريقة ايميلي سماك كده يا قفل ويا ترباس، وماما اسمها كالون، وابوك السقا مات. ما كنتش بروح الحضانة من تحت راس الجملة دي. عايزة ايه بقى؟ ما كملتش تعليم. لا انا كنت اقول لك حاجة تانية. في جديد نازل السوق؟ يحبسك في ميدالية. اوعى. حلو يا بنت حلو. ممكن نعرف ايه حكايتك بالظبط؟ بص يا ست، وايه اللي جابك هنا؟ هو ده السؤال اللي نفسي اتسأله من ساعة ما دخلت المكان ده. حكايتي يا أنيسات تتلخص في أربع جمل. مسافر بقالي سنين، بناضل، أكافح، بعمل شغل سياسي على مستوى العالم. ليا صديق عمري ما شفتوش من يوم ما سيبنا بعض وسافرت. رجعت من السفر 48 ساعة بالعدد عشان أشوفه. مش عارف عنوانه فين. بفتح الجورنال بالصدفة الصبح لقيت صورته في صفحة السينما. هيبقى واحد من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي. خدت العنوان وجيت على هنا عشان أسلم عليه وهتشوفوا صاحبي هيقابلني إزاي. صاحبك مين؟ صاحب مين وعايشين؟ في حد في العالم العربي ما يعرفش النجم اللامع عادل رأفت؟ ايه اللي حصل؟ صيعه. عادل رأفت؟ ليه يا عادل؟ ليه يا عادل؟ عملها الندل ليه؟ ليه؟ ما الجينات الطويله دي ما تلاقيهاش في اي حته. ما هو الاثنين بيمشوا ياكلوا شجر اتقابلوا فوق، فخلاص. ماسكه بطنها البنت، ماسكه بطنها. الف سلام. بطنها هي حضرتك مش بطن انا. ايوه خلاص خلاص، حمد ربنا اني جيت في الوقت اللي اتكسر يتدغدغ، مش هنقعد نصلح لسه. خلاص خلاص خلاص. هو اذاك يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. رحت الدكتور؟ لا حول ولا قوه. قال لك ايه؟ انت بتستعبط يا بنت، ادخل واحده اخرج اثنين. هتقولي عادل رأفت؟ ماله مال الجحش اللي لسه مولود ورايا ده يا ربي؟ ليه عادل تبوظ السلالة الطويلة بماينس تو حقيرة تحت الأرض؟ حول الله يا رب. طب حضرتك أنا أفهم إيه؟ دي ماسكة كلها، أنا أفهم إيه دلوقتي؟ يا أنسة، يا شيتا، هو عارف يأذيكي؟ رحت الحيوان يعالجك؟ أيوه. وقال لك إيه؟ أنت لا، أنت بتستعبط، أنت الجوز. هتقولي عادل رأفت حالا لالطم على وشي. ده هو اذاك؟ رحت الدايه؟ قالت لك ايه الدايه؟ الدايه قالت لي ابوس رجليك وهاتولي عادي. اهدى بس يا واد. ايه؟ مش هتنفع. ايه اللي مش هتنفع؟ شربات مش هتنفع تبقى باكينات. هتنفع. دي بنت طاقة وطبق طابور. يعني ايه طبق طابور؟ يعني الصورة تبقى القصر من باكينام. انت كل ما تشوف واحدة عايز تعملها باكينام. دي بالذات لازم تبقى باكينام. فكرتني، واحد صاحبنا اشترى فيلا عشان صاحبتنا باكينام. طبعا. كان لازم اشتري الفيلا عشان خاطر باكينام. باكينام دي أكتر حب حبيته في حياتي. ما أقدرش أنساها أبدا. حبيتها. حبيتها من كل قلبي. ما اقدرش انساها ابدا. ياما كنت اقف بعيد وهي قاعده على الكرسي ده واتوه في عينيها. وحشتني قوي. وكانت بتقعد على الكرسي اللي هناك ده كمان.
كانت تقعد هنا وتقرا احلى قصص الحب، وكنت اسمعها واتوه فيها وفي عينيها. وحشتني 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 قوي. كل حتة فيها بتفكرني بباكينام، كل حتة في الفيلا بتفكرني بيها. كانت بتمشي هنا وبتمشي هنا وتدخل من هنا وتخرج من هنا وتنزل من على السلم ده، ازاي انساها؟ كان لازم اشتري الفيلا. كنت قاعد على كرسيها اقول لها عصير الجاهز يا هانا. اهو الواد عزب شغال، والان المفاجأة الكبرى. باكينام، تقبلي تتجوزيني؟ انت مين انت؟ ابن مين انت؟ اسفو عليك انا. عشان كده اشتريت الفيلا، وكان لازم اشتريها واخد طاري من الزمن واشتريتها. مش هتنفع. هتنفع. اسمع كلامي. بقول لك هتنفع. مش هتنفع. وانت كنت تنفعي ايه؟ بس انا هفضحك قدام كل الناس. بس البنت دي يا حضرات بس كانت بتبيع كلينكس في اشارات المرور. انا كنت ببيع كلينكس؟ يعني ايه كلينكس؟ مش عارفه يعني ايه كلينكس. بس نسيت ايام زمان تمشي بالعلب بين العربيات. علبه يا بيه، علبه يا هانم، دفعني بجنيه يا بيه عشان خاطر يا بيه. كنت اشوفها وهي جايه عليا، كنت اقفل ازاز العربيه بسرعه. كانت تيجي تلزق على الازاز وتريل على الازاز. كنت طبعا بضطر اشتري منها، وكانت تبيع الكلينكس وهي لابسه بنطلون بيجامه رجالي لحد هنا. ايه ده؟ كان بتاع خالي. ما هو ده اللي لفت نظري. ايه البنطلون؟ لا الفطيره اللي كانت على البنطلون. اهو عمر طلع اهو. ده من القعدة على الرصيف بنسعى لاكل عيشنا احسن من السرقة والتهجيس. انا سرقة والتهجيس؟ تعالي هنا. لا تعالي هنا. لا انت عايزة تعذبي زي زمان. بس انزلي. انا مين يا بت؟ عزب شديد. انا مين؟ عزب شديد. انزلي. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. انزلي. بب 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 ها انا مين يا بت؟ بب بب بب